يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا جمال. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. وكالعادة بيكون معانا موضوع جديد في كل حلقة وكمان سؤال حلقة جديد. احنا الحقيقة عندنا إرث كبير جدا من الأمثال الشعبية، والأمثال دي بتكون خلاصة التجارب بقى على مر السنين والعصور. من ضمن الأمثال دي هو مثل اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. بمعنى تاني إنه ممكن نسأل أصحاب الخبرة، الناس اللي عدت بتجارب، ولا نسأل أصحاب العلم. في ناس تقول لا أنا أسأل حد مجرب، وخاصة لو حالته زي حالتي، ومش هروح أسأل بقى وأدور على العلم بقى، لأنه العلم ممكن تكون قاعدة واحدة وما تتناسبش معايا. وناس العكس، لا العلم وبعدين نطبق بقى، ناخد من العلم ما يناسبنا ونطبقه على حالاتنا. المهم يعني إن هي قصة كده كبيرة بتدخل في تفاصيل كتير. هروح أشوف شاذلي بيسأل مين. تسأل مين؟ على حسب الموضوع. يعني ساعات أهل العلم وساعات أهل الخبر. بص احنا زي بقيه الناس يعني لما بنيجي في الادويه، بس طبعا مش المضادات الحيويه، يعني لما بنيجي في الحاجات اللي هي البسيطه، مثلا عندي رشح، عندي كحه، الحاجات اللي هي البسيطه دي، باخد دواء مثلا مش عامل مفعول كويس او مش جايب نتيجه، ممكن هنا اسال حد من اصدقائي مثلا فيرشح لي اسم دواء كويس كده يعني. انما طبعا مش بعيد عن الايه، ان انا كنت تعبان القولون مثلا، بعيد عن لو تعبان يعني لازم اروح لدكتور في الحالات دي. انما شويه الاعراض البسيطه بتاعه البرد دي بنتعامل عادي زي الناس ما بتتعامل يعني. انما في بعض الاوقات لما يكون الموضوع كبير، لا طبعا محتاج ان انا اسال اهل العلم، خصوصا لو كان موضوع مثلا متعلق باسئله فقهيه مثلا. هنا دي فعلا ما ينفعش ان انا اخد فيها راي اصحاب الخبره او التجارب، لان دي حاجه متغيره. كل حد مر بتجربه هيحتاج نصيحه شكل مختلفه من دار الافتاء مثلا، فممكن تتشابه الظروف لكن مش هتتماثل، مش هتبقى بالظبط يعني. فدي حاجه من الحاجات اللي لازم نرجع فيها طبعا لاهل العلم واهل الخبره. وبعدين هو احنا مثلا لو عايزين نبني مثلا عماره هنعمل ايه؟ هنروح نسال مهندس هي بتبني ازاي، ولا هنروح نجيب المهندس هو اللي يبنيها، او نسال حد مثلا بنى عماره انت بنيتها ازاي؟ لا طبعا. ففي حاجات كده ما فيهاش هزار، لازم فعلا غصب عننا نروح لاهل العلم غصب عننا. والله مع ان في ناس عاشقه للافتاء، في ناس تحب تفتي قوي، في ناس بتحب يعني تدلي بدلوها، يعني رافضين فكره ان هم يقولوا ما نعرفش. ما ينفعش نقول ما نعرفش. في ناس تحب قوي قوي تقول خلاصه تجربتها اللي ممكن تكون غلط اصلا، اللي هي ممكن تكون مش مظبوطه خالص. في ناس تحب تقول خلاصه معلوماتها اللي هي اصلا ممكن تكون يعني عدت عليها كده، ما عندهاش معلومه حقيقيه او ما تعمقتش حتى في الموضوع ده. فيعني لو هرد على السؤال حقيقه شاذلي، بص زي ما انت قلت كده في الحاجات المتعلقه بالطب او الامراض، لا بصراحه ما بحبش. لا دكتوره يعني ما يصحش. ما انا بسالني. ما انا هو بقول لك مش ليه اطلع بره، ما انا موجود. صح، انا بسالني. لا والله مش بسالني، برده بروح للزملاء اللي بقى لهم كتير شغالين. صح. عشان اكيد برده في حاجات وقعت مني، ومش دايما، لا لازم يكون في كمان متخصصين، يعني الاطباء المتخصصين حسب بقى التخصص اللي انا محتاجاه. خشونه مثلا، حاجات عارف بقى، خش مفاصل. يعني الحاجات دي تعرف السن برده، او برجع لك لان انا عارفه انت عندك خبره في الموضوع ده سابقني بحبه، فحسب يعني. يعني بترجع لاهل التجربه دلوقتي في حالتك انت. بس عامة يعني في بقى في يمكن في الحاجات او المواضيع الحياتية، يعني ممكن اسمع خلاصة تجارب بعض الاشخاص اللي ممكن ابقى عارفة انه خلفياتهم قريبة من خلفياتي الى حد ما، او يمكن مبادئهم متشابهة مع مبادئي. بس احيانا بعتقد ان احنا لازم نجرب، يعني مش دايما لما بنسأل وبنشوف كده خلاصة تجربة شخص، مش دايما بنستوعب خلاصة التجربة دي، ومش دايما بتخلينا ان احنا نحيد عن ان احنا نجرب احنا بنفسنا. لانه التجربة في حد ذاتها بتعلمنا، التجربة في حد ذاتها بتخلينا نبقى انضج، بتخلينا نبقى متفاهمين الوضع اكتر، متفاهمين الابعاد اكتر. مش دايما يعني، يا ريت والله يا ريت لو كل واحد يقدر ياخد خلاصة تجارب عيلته او اهله، اعتقد كنا هنتجنب كتير جدا وحاجات كتير جدا. بس للاسف مش دايما بينفع، ويمكن اهالينا طول الوقت بيحاولوا ينصحونا واسمع الكلام وانا عارف انا بقول لك ايه، وانا صح عديت بكذا وكذا وكذا،
بس في الاخر يمكن بنسمع الكلام ده بس بجد ما بنتعلموش ومش بندركه فعلا غير لما بنمر بالتجربه وبنعدي بيها وبنشوفها. يعني في امثله كتير بقى يا شاذلي، يعني في مثلا اكيد والدتك او والدك اكيد نصحوك بحاجات وقالوا لك اسمع مني بقى النصيحه دي او دي خلاصه تجربتي وانت ما استوعبتش الموقف. فاكر اي نصيحه من دول؟ ما اعتقدش دلوقتي انهم بطلوا ينصحوني خلاص يعني فقد لكن زي ما انت قلتي مش لازم كل واحد مر بتجربه ان التجربه دي هتنفعني او هتناسبني في حياتي. طبعا. وبعدين انا لو فضلت برضو اسمع من تجارب الناس انا امتى هبقى من اصحاب التجربه واصحاب الخبره؟ ما هو انا لازم انا اخوض تجربه عشان ابقى من اصحاب التجربه، اتحط تحت العنوان ده ابقى من اصحاب التجربه عشان حد يسالني. عشان بعد كده حد يسالني. ما هو احنا دايما كده، هي دايره يعني جمعيه ودايره يعني لازم كلنا نسال بعض. لا فعلا والله مش دايما، وخصوصا الامور الحياتيه يعني تجارب الحياه كتيره قوي والمواقف بتعدي علينا في كل مراحل العمر كتيره قوي، فطبيعي ان احنا بنخوض هذه التجارب وبنتعلم منها، بس مش بنتعلم منها عشان نروح ننصح الناس، احنا بنتعلم منها عشان نفسنا، عشان الزمن، عشان قدام، عشان لما نكبر نكون مرينا بتجارب معينه فبتثقل كده الشخص. دايما التجربه تثقل الشخص فيكون عنده تجربه وخبره حياتيه يقدر يتعامل مع المواقف المشابهه بعد كده. لكن انت طبعا مما لا شك فيه انك بتنصح المحيطين بيك، لكن تاتي في اطار النصيحه فقط. يعني انا والله حصل معايا 1 2 3 فما اعرفش على حسب ظروفك، اعتقد يعني ما يبقاش برضو انت مش بتملي على حد، حتى لو كنت ولي امره انت ما ينفعش تملي على حد كبر في السن، لازم تديله النصيحه بهذا الشكل، تديله من خبرتك ومن تجاربك ولكن باسلوب معقول يسمعه. هو بكل تاكيد هيحب يجرب، هو الانسان بطبعه كده لازم يحب يجرب هو بنفسه، فدي حاجه مهمه طبعا الانسان نفسه بيقول لك يجرب عشان هو يكون من اصحاب التجربه. طبعا مستحيل، اصل يعني خلينا نقول انه كل لو هنبص على النصايح موجوده على فكره حتى في الكتب، بس هو احنا احيانا فعلا زي ما انت كنت بتقول يا شاذلي لازم احنا نجرب عشان نبقى فاهمين ابعاد الموقف، احنا بنحب ايه ما بنحبش ايه يناسبنا ايه ما يناسبناش، لان ده كل ده بيبقى عن طريق التجربه. مفيش حد بيطلع فجاه انا عارف انا ابعاد شخصيتي ايه او انا بحب ايه او انا مش بحب ايه او انا ايه بيضايقني او انا ايه بيزعلني او انا مش هتماشى قوي مع ده ومش هتوافق مع ده. التجربه دايما طول الوقت بتعلمنا، ده غير ان احنا على مر السنين بقى كمان شخصياتنا اصلا بتتغير، ممكن حاجه نكون مستوعبينها بعد كده ما نبقاش قادرين نتعامل معاها، وممكن العكس ممكن نكون حاجه مش عارفين او متخيلين ان احنا مش هنعرف نتعامل معاها، مع الوقت لا قادر اتقبلها. ممكن مبدا معين مثلا او نصيحه معينه اتقالت لنا بنبقى رافضينها تماما، مع مرورنا بتجربه معينه بنكتشف انه فعلا لا النصيحه دي كانت حقيقيه وكان لازم ناخد بالنا منها من الاول. بس بقى انا هفاجئك واقول لك انه اصلا المثل مش اسال مجرب ولا تسال طبيب، هو المثل اصلا اسال مجرب ولا تنسى الطبيب. فعلا؟ والله. طب واسال عليل ولا تستنى التحليل ده؟ لا ده انت جبته منين؟ زيه برضه. هما الاثنين في نفس الحته. هما في نفس الحته، رحت في نفس الحته. لا يعني ما علينا، مش عارفه هو شاذلي راح فين. بتألفي امثال والله، يعني هي هو المثل معروف بالمناسبه عندنا كلنا يعني. اسال مجرب ولا تسال طبيب. ده ليه؟ لان الناس اللي حطت المثل ده بيقولوا ان الراجل الشخص اللي مر بهذه التجربه يقدر ينصح اكتر من الطبيب. طبعا هو مثل خاطئ. طب يعني خلينا متفقين، لكن هو انا بصلح لك المعلومه، لازم تجرب خد النصيحه، انا بصلح لك المعلومه، اسال مجرب ولا تنسى الطبيب. احنا بحكم ان بتتقال بسرعه بقيت من اهل العلم دلوقتي خلاص. شفت بقى؟ بس مثلا لما تسالني مش هفيدك برضه، لا هسيبك تجرب عشان تبقى من اهل الخبره واقدر اجي اسالك. احسنتي. على اي حال ده سؤال حلقتنا النهارده، انتوا شايفين انه الاصح او متعودين تسالوا مين؟ تسالوا اهل التجربه او اهل الخبره ولا اهل العلم؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، اكيد مستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر.